تعالوا نبتدي بالتسبيح للرب. بتسبيح الرب ينطق فمي كل نسمة تبارك اسمه القدوس. نرجع تاني برضو لنفس كلامنا بتاع امبارح. كم واحد كان حاضر معنا امبارح؟ حلوين حلوين، ربنا يبارككم. تعالوا النهاردة، أنا هراجع معاكم درس امبارح، بس تعالوا النهاردة نعظم اسمه. اتفقنا امبارح على هذا الحديث، اسمه عظيم، شخصه عظيم، اسمه يعني جزء من خلاصنا. الخلاص فيه جزء كبير جدا في عظمة شخصه وعظمة اسمه. وزي ما تعلمنا امبارح لما يقول أرفعه لأنه عرف اسمي، مش بس عارف ان اسمي يسوع المسيح، اسمي الله، لكن عارف مين هو أنا. عرف اسمي يعني عارف مين هو أنا. وعشان كده لما يجي يحكي لنا عن عظمة اسمه، يقول لنا إنه كل الذين قابلوا الرب يسوع المسيح أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. نجتمع لاسمه، نترنم باسمه. ظروفنا الصعبة يعني الرب أعطى والرب أخذ، فليكن ها اسم الرب مباركا. هنتكلم عن ده النهاردة، تقدير شخصه، إكرامه، عظمته قدام عينينا. قد إيه أنا شايف الرب عظيم، أو خلينا أقولها بصيغة تانية، قد إيه شايفه يقدر، قد إيه مصدق عظمته، مصدق وجوده، مصدق أنه هو يقدر على ظروفي، هو أكبر من كل تحدياتي. والنهاردة أنا هأخضع نفسي تحت يد الله القوية فيرفعني في حينه. تعالوا نسبحه من كل القلب. يلا اهتف معايا الهتافة الجميلة. بتسبيح الرب ينطق فمي كل نسم وبارك اسمه القدوس. بتسبيح الرب ينطق فمي كل نسمة تبارك اسمه. تعالوا نقول تاني، يلا شدوا حيلكم معايا. بتسبيح الرب ينطق فمي كل نسمة تبارك اسمه القدوس. بتسبيح الرب ينطق فمي كل نسمة تبارك اسمه القدوس. عابد كل الساقطين، نعم، وهو يقوي كل المنحنى. اشكرك اعين كل ايديك تترجى، انت تعطيهم طعاما كل حين. الرب عابد كل الساقطين وهو يقوي كل المنحنى. اشكرك اعين إياك تترجى، تطعيم طعاما كل حين. هاليلويا. بتسبيح الرب ينطق فمي كل نسمة تبارك اسمه القدوس. بتسبيح الرب ينطق فمي كل نسمة تبارك اسمه. يلا نتكلم عن أبوته. آب حنان حنان ورحيم، طويل الروح كثير الرحمة، صالح الرب صالح للكل، رحمته على كل خائفين. آب حنان حنان ورحيم، اشكرك طويل الروح كثير الرحمة، الرب صالح للكل، رحمته على كل خائف. هاليلويا. بتسبيح الرب ينطق فمي كل نسمة تبارك اسمه القدوس. بتسبيح الرب ينطق فمي كل نسمة تبارك اسمه القدوس. بالحمد يحمدك كل أعمالك ويبارك أطياؤها، بمجد ملكك يتحدث، بجبروتك يتكلمون. يحمدك كل أعمالي، أيوة رب، ويباركك أطياؤها، بمجد ملكك
لك يتحدث لك المجد بجبروتك يتكلم هاليلويا بالتسبيح الرب يمضي طوفان نسمة باهي اسمه القدوس بتسبيح الرب يمضي طوفان كل نسمة تبارك اسمه قدرته رب قدير ليس مثلك أنت تصنع العجائب أشكرك لم ترى عين إله غيرك أنت عظيم عظيم وحدك رب قدير ليس مثلك معظمك أنت تصنع العجائب ترى عين إلها غيرك أنت عظيم عظيم وحدك بتسبيح الرب يمضي طوفان كل نسمة تبارك اسم القدوس بتسبيح الرب يمضي طوفان كل نسمة تبارك اسم خلي بالك قوي قوي من اللي بينطقوا فمك تاني كل حاجة انت بتنطق بيها خلي بالك الرب بيسمعها والشيطان كمان بيسمعها وحينما تنطق بالبركة واللي وعدنا يعني بيه الرب ان احنا أو اللي علمه لنا المكتوب باركوا ولا تلعنوا وكل ما يطلع من فمي مباركة كل ما لاقي البركة ملي حياتي وكل ما أقول كلام هزيمة على حياتي أو على ظروفي أو على الآخرين فاكرين الناس اللي نطقوا على الرب يسوع في الوقت بتاع المحاكمة بتاعته لما قالوا بأفواههم كده داموا علينا وعلى أولادنا أهو شوفوا حصل لهم إيه لحد النهاردة هم يعني مش عايز أدخل في القصة دي لأن أنا ماليش في السياسة لكن أنا عايز أقولك انطق بالبركة تكلم بالبركة اتكلم عن الرب زي ما كانت بتقول الترنيمة من شوية بتاعت مزمور الكلام ده متاخد من مزمور 143 و145 ويباركك مين؟ أتقياؤك شكرا اللي بيباركوا الرب أتقياؤه تاني مباركة الرب بالمناسبة اللي منه ليا اسمها بركة الرب اللي مني لي اسمها مباركة الرب تاني لما هو يباركني اسمها بركة الرب زي الكلمة بتقول زي الآية اللي بتقول بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعب دي بركة منه ليا عطاء ليا اسمها بركة الرب أما لما أنا أتكلم بالبركة للرب وبتكلم وليكن اسم الرب مباركا أو زي ما داود قال لنفسه باركي يا نفس الرب أو زي ما قال في مزمور 34 وهو مطارد ولما غير عقله قدام أبي مالك يعني قال كده أبارك الرب في كل حين دائما تسبيحه في فمي أهو بيبارك الرب على طول اللي مني للرب اسمها مباركة الرب ما اسمهاش بركة الرب بركة الرب دي منه ليا اللي مني لي اسمها مباركة الرب وأنا النهاردة عايز أسألك احنا لسه ما دخلناش في موضوعنا خالص عايز اسالك النهارده قد ايه بتبارك الرب تقولي انت اصلك لو تعرف ظروفي هتعرف بقى ان انا اصولا كل ما خطي خطوه اقول كلام وحش لا يا حبيب لا انت لو بتعمل كده انت بتسيء الى نفسك والى حياتك بشكل مريع ربما لا تدركه وعشان كده النهارده انا ادعوك لحياه مباركه الرب وتلاقي نفسك بتبارك الرب في كل حين طلعيني من فضلك الترنيمة اللي بتقول نبارك اسمك في كل يوم
وتسبيحاتنا أفراح تدوم. كل المسيرة حر أو غيوم هتاف بعزة يا رب ليك. انتوا عندكم هنا الحر والغيوم ممكن يجوا في وقت واحد ومع بعض وفي نفس الوقت، ويعني سخن سائع كده، عارف اللي هو أخبار الجو النهاردة إيه؟ سخن سائع الحقيقة شوية، يعني مش عارف هي الدنيا برد ولا أنا اللي حران، عارف تلاقي نفسك من داخل إيرورز كده 404. أنا القصة ببساطة شديدة جدا النهاردة، كاتب الترنيمة بيقول مش فارق معايا شكل الانفايرمنت ولا شكل اللي حواليا ولا اللي حاصل فيهم ولا مين فيهم كويس، أنا مش فارق، أنا عندي حاجة تاني بعملها. كل المسيرة حر أو غيوم مش فارقة معايا. وما اللي فارق معاك؟ فارق إن النهاردة شعب الرب يكون عنده هتاف بعزة بقوة. العز اللي بيحكي عنه، هرجع للحتة دي تاني بعد شوية، لما يقول طوبى لأناس عزهم بك، العز هنا مش معناها الرفاهية واللكجيريس لايف، لا خالص. وما العز هنا اللي بيتكلم عنده إيه؟ اللي هي القوة. عشان كده يقول طوبى لأناس عزهم بك عابرين في وادي البكاء، يصير مش يصيره لهم الرب ينبوعا، لا هم يصيرونه ينبوعا. ولما يجي الآية اللي وراها على طول يقول كده يذهبون من قوة إلى قوة. أهو أصل عزهم بي وقوتهم بي متشجعين بي. تاني ما دي كاتبها بيقول كده هتاف بعزة يا رب ليك. سنين تعدي وفي كل لحظة بندرك إنك إله أمين. ساعدنا نشكر، ساعدنا نبارك، نفرح ونطلب سرعة مجيئك. تعال أمين، تفضل غايتنا وهدف حياتنا في تسبيحاتنا طول السنين، نعيش نمجد نشهد ونعلن تكريس قلوبنا يا رب ليك. عايز اسألني عن مباركة الرب، أقولك هطلع من فمي تسبيح للرب ينطق فمي طول الوقت شك وحمد وتمجيد. اتعلمنا امبارح ان الحمد هو هذا النوع من الشكر، حالة الرضا المستمر عن كل ما يصنعه الله في حياتي، ده اللي اسمه الحمد ودي ذبيحة الحمد. تعالوا نبارك الرب ونشكره على كل ظروفنا، على كل أمورنا، على كل حياتنا. قولوا معايا نبارك اسمك في كل يوم تسبيحاتنا أفراح تدوم. كل المسيرة حر وغيوم هتاف بعزة يا ربي. قول معايا سنين تعدي وفي كل لحظة بندرك إنك إله أمين. ساعدنا نشكر نفرح ونطلب سرعة مجيئك. تعال أمين، تفضل غايتنا وهدف حياتنا ترنيمتنا طول السنين. نعيش نمجد نشهد ونعلن تكريس قلوبنا يا رب ليك. تكريس قلوبنا يا رب ليك يا رب ليك. عايشين في ظلك من غير أن بيتين في سترك وفرحانين، وافقين في وعدك انت الامين. انك حافظنا يا رب ليك. سنين تعدي وكل لحظة بندرك انك اله امين. ساعدنا نشكر نفرح ونطلب سرعة مجيئك. تعال امين، تفضل غايتنا وهدف حياتنا في ترنيمتنا طول السن. نعيش نمجد نشهد ونعلي تكريس قلوبنا يا رب ليك. تكريس قلوبنا يا رب ليك يا رب ليك. خلي بالك حبك مالينا في ليل طويل، انت اللي جينا رب وخبير. وجهك هدينا بنور جميل، نوصل ديارنا
يا رب ديك سنين تعدي وفي كل لحظة ندرك إنك إله أمين. ساعدنا نشكر نفرح ونطلب سرعة مجيئك تعال أمين. تفضل غيبنا وهدف حياتنا في برنامجنا وبالسن نعيش نمهد نشهد ونعلي تكريس قلوبنا يا رب تكريس قلوبنا يا رب دي يا رب دي يا رب دي. الترنيمة كلها بتخلص بكلمة يا رب ليك، وأصله الموضوع كله منه وبه وله كل الأشياء. رومية 11:36. الناس اللي فاهمة ده عندهم نوع من الراحة والهدوء، ولما بيجي أمر صعب أو ليجي أمر مش مفهوم الناس دول مش بيقولوا له كده برضو يا رب وأنت دي برضو دي أخرتها، ما بيقولوش الكلام ده، لكن بيقولوا أنت شايف أكتر، أنت عارف أحسن، أنت إله صالح. وزي ما هنحكي النهاردة برضو الموضوع كله في تسبيحه مش الترنيمتين اللي بيبقوا قبل الخدمة، لكن الموضوع النهاردة في تسبيحه مباركة الرب طول زمن العمر ويباركك أتقياؤك. ما بقاش مبالغ لو قلت لحضراتكم الناس اللي بتعرف تبارك الرب في الصغيرة والكبيرة إن أعطى وإن أخذ في السيرة وفي السريرة، ولما يقول باركي يا نفسي الرب كأنه بيعرف بيشجع لا ما تخافيش يا نفسي إلهك عارف بيعمل إيه يا نفسي، قومي باركي الرب لا تنحني لا تنحني يا نفسي إلهك عظيم. ده أنت لو مش واخدة بالك يا نفسي قومي النهاردة فوقي وباركي الرب الذي ليس مثله بين الآلهة. ده واحد مرة زمان رنم قال له كده، مش بس لم ترى عين مثلك، لكن قاله لم ترى عين إلها غيرك. إيه ده، هو في فرق؟ اه صدقني مش كتير آلهة وانت مميز بس في الوسط، ده انت العين مش شايفة حد تاني في المشهد غيرك يصنع لمن ينتظره. وانا اشجعنا النهاردة واقول لكم بلسان مختبر برضو اقول تاني ليس كمختل العقل. انا اقولك لما تلاقي نفسك في سجن متربط ومش قادر تتصرف في موضوع مش عارف تطلع منه، الناس اللي رنموا في السجن دول ما كانوش ناس يعني عندهم خلل نفسي، مضروبين ومظلومين وموجوعين ومكسرين. حد عارف بولس وسيلة ضربوا بايه في سفر الاعمال؟ بالعصي. الصوت يوجع جلده ولحمه. طب والعصايا؟ شفوهم، عارف ما خلوش فيهم، ضحضحوهم. يعني لو كانوا قالوا الاه وسجلها الوحي وكان نحو نصف الليل بولس وسيلة يتوجعاني ويتأوهاني مضحضحاني، لا كان ينفع لا لا. ونحو نصف الليل كانا يصليان ويسبحان الله. تقديره تقديره، ثقة في عظمته، ثقة في محبته. أقول لك حاجة سريعة على الثقة في المحبة مع أنها ما كانتش في ذهني، بس بدان جابها الروح القدس قدامي لازم أقولها. الثقة في المحبة يا حبايب دي حل لمشاكل كتيرة جدا بين أي اتنين بيحبوا بعض. واخد بالك معايا؟ واخد بالك معايا؟ أي اتنين بيحبوا بعض لو ما فيش بينهم ثقة في محبة الآخر ليا ومحبتي لهذا الآخر تتحول العلاقة إلى علاقة يعني ضرب ورزع وتخبيط حلل. ليه؟ ما هو أنا لو ما عنديش ثقة في المحبة هفسر كل حاجة بتحصل معايا إنها ده باين عايز دي قصدها كانت في الحديث ده أنها وهكذا، وتفضل البينج بونجينج. عارفين البينج بونج ده؟ شوطة من هنا وبعدين يصدها فهي تصدها فهو يصدها وبعدين شوطة تطير عينه وهكذا.
لا، أنا النهاردة جاي أحكي لك كمان على الثقة في المحبة. لازم يكون بيننا ثقة في المحبة عشان الحياة تمشي بنعمة ربنا في المحبة. طيب، رجوعا لموضوعنا، عندي ترنيمة مدرسة أحد، وبلاش الابتسامة الغريبة اللي بشوفها دي لما أول ما أقول كلمة ترنيمة مدرسة أحد بس لقي ناس عملت كده. دي مش نكتة، دي نقطة تحول لو أنت عايز تشوف. أيوة، طيب، ترنيمة دي أولها بيقول ربي حبيبي ليك بصلي، عايز أفرح فرح قلبي. ليه اخترت الترنيمة دي؟ أقول لكم، الترنيمة دي عمرها حوالي 40 سنة، يعني في بعضكم كانش لسه اتولد، ما فيش مشكلة، أسره. الترنيمة دي كاتبها بيقول حاجة لربنا، بيقول له أنت مقدر في عيني، أنت عظيم لدى نفسي. أنا لما أجي أحتاج للفرح هروح لك أنت تفرح قلبي. وراح قايل له ليه بيعمل كده، راح قايل له، بيقول له أفرح بيك واهتف ليك مجدا مجدا مجدا. بصوا بيقول إيه عنه، ماسك إيدي وبتهديني، في طريقي بتحميني، أتعب أعيا. في واحدة تانية كلامها أكبر من ده شوية، أتعب أعيا بتقويني، تحت دراعك غمض عيني، أنام في سلام كل الأيام، ده ربي حبيبي هو معيني. وروح قايل عشان كده، علشان كده أنا هفرح بيك، وعلشان كده أنا ههتف ليك مجدا مجدا مجدا. أنا عايزك تطلع مجدا 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 دي ثلاثة ورا بعض كده، تطلعهم لي النهاردة تقدير، زي ما سمعت كده تقدير، وتقول له أنا بشكرك من قلبي تقديرا لك، تقديرا لشخصك، تقديرا لصنيعك. مع أنا مش حلومك على الحاجات اللي أنا مش عارف أفهمها دلوقتي، لا لا لا، أنا عندي ثقة في محبتك إنك تعرف تحول اللعنة إلى بركة، وعندي ثقة في محبتك إن اللي أنت سامح بيه هتنفع تحوله لأمر مجيد جدا، زي ما حصل في سجن فيليبي، وبقى في مدينة فيليبي اجتماع وكنيسة اسمها كنيسة فيليبي، ابتدت من بيت السجان اللي كان بيضربهم من شوية بالعصي وضبط أرجلهما في المقطرة. وينفع يحول الأمور الصعبة لمجد عظيم. تقديري لي النهاردة، إكرامي لي النهاردة أمر مجيد هحكي لك فيه الوقت اللي جاي. حد مش عارف الترنيمة دي؟ ده ايه الحلاوة اللي احنا فيها دي؟ واحدة بس. طب حد عارف الترنيمة دي؟ طب نشكر الله. بس في وسطنا اخي ناس بلاقيهم في كل حتة، اللي هم لا عارفينها ولا مش عارفينها، يعني ما ترحمني بقى رب. طيب اللي عارف يقول معانا. يلا ابو سمرة سيماي. قول له معايا كده، ربي حبيبي ليك بصلي، عايز افرح فرح قلبي، ربي حبيبي ليك بصلي، عايز افرح فرح قلبي، افرح بيه اهتف ليه مجدا مجدا مجدا، افرح بيه اهتف ليه مجدا مجدا مجدا، ماسك طريقي بتحميني، ماسك ايدي وبتهديني، وفي طريقي بتحميني، هتعب اعيا بتقويني، تحت دراعك غمض عيني، انام في السلام كل الايام، ربي حبيبي هو معيني، علشان كده انا افرح بيه، علشان كده انا اهتف ليه مجدا مجدا مجدا، علشان كده أنا هفرح بيه، علشان كده أنا هكتف لي مجدا مجدا مجدا. أتاري الحكاية كلها تقديري لشخص الرب. طيب، امبارح هرجع معاكم درس امبارح بسرعة، وندخل في الدرس الجديد بتاع النهاردة عن تسبيح الله.
طلعينا الآية بتاعت عبرانيين 2. حد فاكر الآية بتاعت امبارح؟ لا من 11 و12 مع الأيوة. يلا بينا سوا تعالوا نراجع الآية وتعالوا نحكي عنها حكاية بسيطة. هعمل كده سبلايسين كده بين كلام امبارح وكلام النهاردة، ندخل على كلام جديد النهاردة بعد ما ناخد بس كده يعني لمحة من كلام امبارح. لأن المقدس والمقدسين جميعهم من واحد، فلهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة قائلا أخبروا باسمك إخوتي وفي وسط الكنيسة أسبحك. عبرانيين 11 و12. عبرانيين 2 11 و12. سريع كده وبرضو هنقولها، هنقول الآية أو الآيتين مرة تاني. عرفنا امبارح أنه عظمة ما صنع الله الآب للإنسان بيسوع المسيح أنه رضي في نعمته أنه يعطي ابنه الوحيد، مش مجرد هكذا أحب الله العالم كله، لكن ده حب كل واحد فينا لدرجة أنه الرب يسوع ذاق بنعمة الله الموت لأجلها كل واحد فيه. هو للدرجة دي أنا غالي عندك وانت عارفني؟ ده أنا عارفك من قبل ما توجد، ده أنا عارفك ما إن أيام ما كنتش لسه موجود أنت كنت في المستقبل، بس أنا شايفك وشايف حياتك من أول ثانية، من أول عياطة في أوضة الولادة لحد آخر نفس، أو خلينا نسميها لحد مجيء المسيح ويكرمنا الرب يجي قبل ما نموت. ده تبقى حاجة جميلة قوي، أتمنى من قلبي يعني. عشان كده الناس اللي فاهمة ده عرفوا ان عظمة ما صنع الله الاب لنفسه كل واحد فينا انه اعطى ابنه الوحيد وادانا، مش بس كده، مكتوب عنه انه لم يبخل بابنه، او زي ما مكتوبة في الاية لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين. النص الثاني في الاية بيقول وهبنا ايضا معه كل شيء. وأجمل كلمة في الآية دي مش إنه وهبنا كل شيء، لكن أجمل كلمة في الآية دي وهبنا أيضا معه. أصل ليه الابن ليه الحياة، ويا بختنا بعظمة صنيع يسوع المسيح. عشان كده لما نيجي الاجتماع احنا مش بنقول ترنمتين نبتدي بهم الخدمة، لا لا لا، لكن احنا بنجتمع معا لإسمه، نترنم به. تقول الآية الجميلة في عبرانيين 13 في عبرانيين 8 عدد 13 بتقول إنه القصة دي يعني نقدم به بيسوع المسيح لله الآب ذبيحة التسبيح أي ثمر شفاء معترفة باسمه. وأتاري الحكاية 13 عبرانيين 15 بتقول فلنقدم به في كل حين ذبيحة التسبيح أي ثمر شفاء معترفة باسمه. طيب اللي أنا عارفه كويس قوي في القصة دي إنه إحنا عندنا النوع ده من التفكير اليقيني في شخص الرب يسوع، ونفرح بعظمة ما صنع لنا فنترنم به. ولما نيجي وسط الكنيسة في وسط الكنيسة أسبحك، أنا هاجي النهاردة أرنم معاه لله الآب عظمة نعمته ومحبته واحتماله لبن البشر وما صنع بإكرام شديد جدا. شاف البشر في يوم من الأيام لؤلؤة واحدة غالية كثيرة الثمن، شكرا ليك يا رب، ورنمنا امبارح بفضل نعمتك وعمق رحمتك وفي محبتك. أيوه عبرانيين 13 15. ده نقدم به اللي هو بيسوع المسيح في كل حين لمين؟ لله ذبيحة التسبيح أي ثمر شفاء معترفة باسمه. يعني يفضل اسمه في أفواهنا هو التسبيحة الأساسية أو هو ذبيحة التسبيح. وعرفنا برضو مبارح أنه لما يجي يجتمع شعب الرب معا، أنا وأخويا وأنا وأختي، إحنا ده عندنا باتريز ولا حاجة؟ في مشكلة باتريز؟ طيب ما يهمكش، أنا مش هزعل يعني. طيب
أنا وأخويا وأنا وأختي وأختي وأختها وأختي وأخوها وأخويا وأخته يرنموا هذا النوع من السجود للرب. إيه السجود اللي حيرنمه شعب الرب؟ يرنم ترنيمة مع بعض بنفس النغمة ونفس الكلمة في نفس الوقت، فيتوحد شعب الرب وهو بيرنم له. وعشان كده النهاردة الناس اللي بيقولك يعني عدي الترنيمتين الأولانيين مش مهم، يعني فيش مشكلة، يعني أو نروح كده ناخد لنا كلمتين في الوعظة وترنيمتين في الآخر ويلا. النوع ده من التفكير طبعا بيحزن الروح جدا جدا. وأنا أشجع كل واحد فينا النهاردة إنه يعني زي ما بيعمل حسابه في الشغل بيروح قبل الميعاد بشوية، يجي للرب بكل احترام وبكل زينة مقدسة، وحنعرف ده النهاردة في قصة إكرام الله. النهاردة أحكي لكم عن إكرام الله. إكرام الله يا حبايب مش أن أنا أحط له في العطاء لارج بيل، وما لما أكرم ربنا أعمل إيه؟ هنعرف. إكرام الله تقديره، شوفها أنا بشوفها قدامي، شايفه فيه أهم حد عندي في الدنيا. إكرام الله حالة قلب. تاني، إكرام الله حالة قلب، ومش قدام الناس. مش لما نقول فلان يصلي مثلا قدام الناس فيقف ويقول صلاة جميلة، مش ده إكرام الله. مش لما نقول عندنا تبرعات لشغل لخدمة مش عارف ايه، فطب ونسقف للأستاذ فلان لأنه هو اتبرع النهاردة، لا مش ده إكرام الله. ما ليه إكرام الله؟ دي حالة قلب. إكرام الله في القلب والذهن والحياة، بيني وبين نفسي الله مكرم. لما اجي ارنم له أنا مش برنم نغمة ولا كلمة ولا زيطة ولا مش برنم ده خالص، هم البرنم ايه؟ اكرام الله. تعالوا نبتدي الموضوع من الاول. تعالوا نروح لصمويل الاول. ايوه شكرا. في ست غلبانة اسمها حنة ام صمويل، بالمناسبة ما اسمهاش حنة، حنة دي البتاع اللي هم بيليسوا بيها شعرهم دي والحاجات دي الحنة، لكن حنة دي حنة ام صمويل، ومش حنة بالالف، لانه حنة بالالف ده راجل عظيم كده. امال حنة دي البته المربوطة دي الاخت حنة ام صمويل. كان في وقتها في وقت علي الكاهن، وكان في رجل اسمه القانة اتجوز، عنده زوجتين. انا عارف انه ما فيش ولا واحدة من حضراتكم عدت في اللي عدت فيه حنة ام صمويل، يعني دي معلوماتي، يعني ما اعتقدش ان في حد من حضراتكم عدى في اللي عدت فيه حنة ام صمويل. حد عندها ضرة هنا وانا مش عارف؟ طيب، كان عندها ضرة، كانت لما تروحوا البيت اقروا اصحاح واحد واثنين من صمويل الاول. كان عندها ضرة، الكتاب بيقول عنها كده اسمها فننة، كانت تغيظها لاجل المراغمة. عارف المراغمة اللي هي الفرسة، يعني كانت تحب انها تشوف حنة ام صمويل ما كانتش لسه عندها اولاد، كانت تحب تشوفها مفروسة. فننة ربنا ادها اولاد، حنة ما كانش عندها اولاد، لكن حنة كانت بتحب الرب ومخلصة جدا. وفي يوم من الأيام وهم رايحين يقدموا الذبيحة، انفردت حنة، راحت كده وراحت تصلي قدام الهيكل، وإيه يعني كانت نفسها مرة. شافها علي الكاهن وقال لها ست انت باين عليكي سكرانة، ولا قومي، يعني كان صعب جدا. وتشوفوا حلاوة ويعني ورقي هذه السيدة، يعني حاجة جميلة جدا. قالت له ده أنا مش سكرانة ولا حاجة، ده أنا عندي طلبة قدام الرب. شوف ما قالت لهش يا رجل أنت إيه التخريف، ما فيش خالص خالص، كانت ودودة ولطيفة وهدية وجميلة. لا ده أمتك بس عندها طلبة قدام الرب، وأنا بصلي ونفسي مرة ومكسورة كده وزعلانة شوية، وعندي طلبة قدام الرب بطلبها وواثقة فيه. طب ربنا إن شاء الله كده يكرمك بإذن الله. خد بعضها وقامت مصدقة. لما تقروا في الحتة دي
قامت وجهها مش متغير ومكمد، وراحت وفعلا واكلت من الذبيحه وكانت حاجه جميله جدا. رجعت البيت وحملت حبلت حنة، وربنا ادها صميل. لما قالت له بالمناسبه فوتكم في الحته دي، قالت ان انا لو الرب اداني ولد انا هجعله عاريه للرب او مستعار للرب، هديهوله وهكرسه لي. وفعلا الحقيقه ربنا اكرمها وادها الولد. شوفوا الترنيمه الجميله او العباده الجميله اللي تعبدت بيها حنة ام صمويل، وهي لما الرب اكرمها وراحت قدمت صمويل عشان يكون معار للرب او عاريه للرب. فصلت حنة وقالت، بصوا الكلام الجميل، بصوا تقدير الله شكله ايه. هاليلويا هاليلويا. فرح قلبي بالرب، مش بالعطيه، مش باللي اديتهوني، ولا حتى مجرد الاستجابه بنعم، لكن فرح قلبي بالرب. لكن مجد ارتفع قرني بالرب، اتسع فمي على أعدائي، لأني قد ابتهجت بخلاصك. خلي بالك من الكلام، كملي فضلك. ليس قدوس مثل الرب، لأنه ليس غيرك، زي ما كنا بنقول شوية، وليس صخرة مثل إلهنا. نكمل. لا تكثروا الكلام العالي المستعد، الكلام اللي هو الكلام بتاع التكبر ده وبتاع الناس اللي بتتكبر ده مش تبع الرب. ولتبرح وقاحة من أفواهكم، لأن الرب إلهنا. اوعى حد يقول على الرب كلام مش في مكانه، خلوا بالكم، لأن الرب إله عليم. بصوا تقديره، بصوا الشوفة اللي هي شايفة فيه، وبه توزن الأعمال. قصي الجبابرة تحطمت، والضعفاء تمنطقوا بالبأس، الشباعة أجروا أنفسهم بالخبز، والجياع كفوا، حتى إن العاقر ولدت سبعة، وكثيرة البنين ذبلت. الرب بصوا تقدير الرب، الرب يميت ويحيي، يهبط إلى الهاوية ويصعد، الرب يفقر ويغني، يضع ويرفع، يقيم المسكين من التراب، يرفع الفقير من المزبلة للجلوس مع الشرفاء، ويملكهم كرسي المجد، لأن للرب أعمدة الأرض وقد وضع عليها المسكونة. أرجل أتقيائه يحرس، والأشرار في الظلام يصمتون، لأنه ليس بالقوة يغلب إنسان. مخاصم الرب ينكسرون من السماء يرعد عليهم، الرب يدين أقاصي الأرض ويعطي عزا لملكه ويرفع قرن مسيحه. دي كانت صلاة حنة أو تسبيحة حنة أو تعبد حنة أم صمويل قدام الرب. تعال نروح لعدد 17. كان في عيلة تانية ورجل تاني اسمه عالي الكاهن، كان عنده ولدين اسمهم حفني وفنحاس، مش حفني بالمناسبة، عشان حفني ده حاجة، حفني وفنحاس. المهم ده كانوا بيعملوا الشر في بيت الرب، وكان الرب زعلان وحزين جدا، وكان عالي الكاهن ما كانش مخلي يعني ما كانش يعني بيشد على أولاده، او شايف الموضوع انه، فكان متساهل مع أولاده. هتشوفوا الكلام في الكلام ازاي ما عرفش يكرم الرب، لكن اكرم أولاده على الرب، يعني على حساب الرب. فكانت خطية الغلمان عظيمة جدا امام الرب. لأ بص اسمع، شوف اللي عملوه أولاد علي الكاهن، وصلوا الناس لإيه؟ لأن الناس استهانوا بتقدمة الرب. وكان صمويل بقى لما أمه طلعته عشان يخدم الرب، بص الحلاوة والجمال في الكلمة المقدسة، كان صمويل يخدم أمام الرب وهو صبي متمنطق بأفود من كتان. مين اللي عملها له؟ مامته، صح. وعملت له أمه جبة صغيرة وأصعدتها له من سنة، كان كل سنة تكبر عليه الجلبية بتاعته وتروح عملها له جلبية أكبر عند صعودها، كانت بتشوفه من السنة للسنة، مع أن ده كان يعني ابنها البكر وكل حاجة، بس هي لأنها قدمته للرب، هي أكرمت الله به.
وكان صعودها مع رجلها لذبح الذبيحة السنوية. وبارك، اسمع بقى الحتة اللي هنتكلم فيها دي. وبارك عالي القانا وامرأته، لما علي الكاهن بارك القانا أبو صمويل وامرأته، وقال يجعل لك الرب نسلا من هذه المرأة بدل العارية، بدل اللي انت أعارته للرب، التي أعارت للرب، وذهب إلى مكانهما. تعالوا نروح لعدد، طب نقرأ ده. في جه رجل الله يعني لعلي الكاهن وتكلم معاه الحقيقة كلام مهم، وأنا أشجعك قوي تخلي بالك من الكلام ده، لأنه هو بالضبط اللي النهاردة هنحكي فيه. عدد 27 بيقول كده: وجاء رجل الله. احنا ما نعرفش مين رجل الله ده، لما يقول ملاك الله بنعرف انه ده ظهور للرب يسوع في العهد القديم. رجل الله هنا احنا مش عارفينه مين بالظبط، وما فسرهوش الشراح بشكل او اخر، لكن ده واحد بعته ربنا مخصوص يكلم عالي الكاهن اللي نسي إلهه وعظمة إلهه وقدرة إلهه ومجد إلهه ونسي إكرام إلهه. وتشوفوا حصل إيه. وجاء رجل الله إلى عالي وقال له: هكذا يقول الرب، هل تجليت لبيت أبيك وهم في مصر في بيت فرعون؟ نكمل. وانتخبته من جميع، هل دي اللي هي هو أنت نسيت، أنت ونسيت لما انتخبته من جميع أصباط إسرائيل لي كاهنا ليصعد على مذبحي ويوقد بخورا ويلبس أفودا أمامي، ودفعته لبيت أبيك جميع وقائد بني إسرائيل؟ أنت نسيت؟ فلماذا تدوسون ذبيحتي وتقدمتي التي أمرت بها في المسكن؟ اسمع الكلمة اللي جاية: وتكرم بنيك علي لكي تسمنوا أنفسكم بأوائل كل تقديمات إسرائيل شعبي. أنت بتكرم ولادك علي على حسابي، سيبهم يعملوا ضد أمور الله وهم في بيت الله وبيخدموا. وأنا من يعني الحتة اللي أنا فيها دايما بقول لأي حد النهاردة حط كتفه تحت الخدمة، تحت صليب الخدمة، تحت يعني يسميها حمل الخدمة أو نير الخدمة. أصلي من قلبي النهاردة إن الواحد فينا، وأقول لنفسي أول كل الناس، يقدر هذه المسؤولية لأنها مسؤولية عظمى في حق الله نفسه. خلي بالك. وبعدين قال له كده: وتكرم بنيك علي لكي تسمنوا أنفسكم بأوائل كل تقديمات إسرائيل شعبي. لذلك يقول الرب، خلي بالك هنحفظ هنا، إله إسرائيل، إني قلت إن بيتك وبيت أبيك يسيرون أمامي إلى الأبد. هنحفظ دي. والآن يقول الرب: حاشا لي، فإني أكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون. تعالوا نحفظ الجزء ده بس من الآية، ولما تروحوا البيت اقروا كملت الآية، كملت الأصحاح، لأنه مهم جدا. بس أنا خدت وقت كبير في القراية وعايز أحكي معاكم ورنم معاكم أكتر. يلا قولوا معايا الجزء ده: والآن يقول الرب حاشا لي، فإني أكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني ها يصغرون. صمويل الأول 2:30. يلا نحفظ الآية دي، مش هشوف حد ساكت. الناس اللي قاعدين ورا معايا من فضلكم رددوا الآية، قولوا معايا: والآن يقول الرب حاشا لي، فإني أكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون. صمويل الأول 2:30. يلا معايا تاني عشان بعد كده هنسمع. يلا جربوا معايا: والآن حاشا لي، فإني والذين، صمويل 2:30. اخر مره وهنسمع. جرب تقولها من غير ما تبص عشان بعد كده نسمع: والان حاش فاني والذين، صمويل. طيب اقفل الشباك من فضلك. يلا بينا، يلا بينا. والان يقول حاش فإني والذين، صمويل. طيب درس النهاردة: إكرام الله، إكرام الله، إكرام الله، حالة قلب وذهن وكيان ووجدان. إكرام الله موجود في القلب،
تقدروا تشوفوه عند واحد زي يوسف لما كان وحده في البيت ولقي نفسه بيقول لا لا كيف أفعل هذا الشر العظيم ها؟ وأخطي إلى أنا الله كبير في عينيا، مش عشان أنا مش شايفه هو مش شايفني، أنا سأكرم الله حتى لو أنا في عندي 100 عذر يخليني ما أكرمهوش، وغيره وغيره. أنا مش هدخل في القصة دي كلها، لكن أنا عايز أحكي في حتة جميلة جدا عن إكرام الله، التفكير في عظمة إلهي. إذن الترنيم نوع من أنواع إكرام الله، لأنه جاي من إكرامه في الذهن والقلب والحياة. طيب نحكي في حتة تانية جميلة عن إكرام الله، وشجعكم كمان ورنم لكم ترنيمة عنه. إكرام الله يا حبايب هو هذا التقدير والتقديم والثقة في محبته، ده إكرام الله. خلي بالك اللي مش بيكرم الله، مش الآية بتقول والآن يقول الرب حاشا لي إني أكرم الذين يكرمونني والذين لا يكرمونني يصغرون، لكن بتقول اللي مش بيكرم الرب بيعمل إيه؟ يحتقروا. أوف صعب قوي يا رب الكلام ده. لا هو مش قصة صعب، أنا كده الله بيقول كده، أنا بالنسبة لي اللي مش بيكرمني بيحتقرني. يا نهار زي بعضه. طب يا رب ما عندكش تسمية تاني تسميها يعني؟ لا تقدر تشوف ده ببساطة شديدة جدا. صمويل وحنة أم صمويل والقانة، صمويل أعظم قاضي في إسرائيل، الله يكرمه ويكرم العيلة الجميلة اللي أكرمته. طيب وعلي الكاهن، لا علي الكاهن وأولاده الاثنين يموتوا، الاثنين حفني وفنحاس، وكمان علي الكاهن يقع تتكسر رقبته والتابوت يتاخد منهم ويجي الإخابوت ويروح المجد ويزول، حاجة صعبة قوي. دول عليوا جدا لأنهم أكرموا الرب، ودول راحوا في الأرض لما احتقروا الرب. أنا عارف طبعا الشيطان ما يعجبوش الكلام اللي بنقوله، لأنه في حاجات كتير جدا يعني ياخد فيها على دماغه في الكلام اللي احنا بنقوله ده، بس احنا في اسم الرب يسوع هنقول ده. وشجعك من كل قلبي تراجع نفسك، scan yourself، scan your ذهن، your mind، وتلاقي نفسك في ذهنك كده بتعمل امور عظيمة بتكرمه، ولا احيانا بتقول كلام لا يكرمه، احيانا بتخلي الناس تبارك الله بسببك، ولا هتخلي في حاجات احيانا بتطلع بتخلي الناس لا تبارك الله بسببك. عشان كده النهارده في اكرام الله انا عايز اشجعك تسمع التنيمه دي. طلعي لي تنيمه بتقول ليك كل الاكرام والاحترام. تنيمه واحد كاتبها ماجد صبحي التنيمه دي، وما خدتش نصيب كبير من الشهره، واسف ان انا طولت في التقديم بتاع الدرس بتاع النهارده، لانه هو درس مهم وكنت لازم احطه قدام حضراتكم، لانه عايزين تسمعوا مني الدرس ده فارق في حياتي. إكرام الله اللي هو أهم وأعظم وأعلى وأغلى وأروع وأجمل وأبقى وأرقى وأنقى من كل إكرام الناس وكل إكرام الدنيا وكل إكرام مش عايز ادخل في تفاصيل تزعلوا فيها مني، انا مش جاي ازعل حد. كاتب الترنيمه دي بيقول له ليك كل الاكرام والاحترام، ملكي الوحيد، قلبي بيغني يرفع ليك نغمات تسبيح ولحن مديح ليك انت وحدك يا مجيد. وبعدين يقول بالروح والحق بسجد ليك. ايوه اصل دول يا حبيبي اسمهم الساجدون الحقيقيون، بالروح والحق ينبغي أن يسجدوه. أقول لك معلومة صعبة، الله مش محتاج عبادة، ما تلخبطناش لا خالص، أنا مش بلخبطك، بالعكس أنا بحطك قدام الحق العاري. الله لا يحتاج العبادة كأنه عنده نقص، فإحنا اعبدوني ما بيقولش كده.
وزاد في العهد الجديد. أمال الله يعني بنعبده ليه؟ يقول للسامرية تأتي ساعة وهي الآن والساجدون الحقيقيون بالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. ويروح حاطط الستيتمنت دي، والآب طالب مثل هؤلاء. إذن هو مش محتاج مجرد عبادة، لكن هو محتاج أو طالب عباد اسمهم الساجدون الحقيقيون. والنهاردة يا ناصف خلي بالك، لو أنت مش هتعرف تسجد سجود حقيقي اسكت، ما تقولش لربنا كلام لا تكرمه بيه. ولو جيت في يوم من الأيام رنمت يا ناصف عشان الناس تسقف لك، من أحسن لك تبطل ترنم. ولو جيت في يوم من الأيام لم تكرم الله كما يحق وكما يستحق، خلي بالك أنت لا تكرم الله، أنت تحتقره. النهاردة لو عايز تسألني في كلام الترانيم الكبير وأنا ودايس على عسلك وأنا ما حصلتش وأنا عبد العال بطل الأبطال، كل هذا النوع من الكلمات اللي فيها يعني حاجات عالية، لو أنا مش عارف أعيش الحياة اللي تخليني أعرف أرنم الكلام الكبير ده، فمن الأفضل لي أني يا إما أطلب أن الرب يديني معونة أقدر أرنمه، يا إما أصمت. اسمعوا الكلام الجميل اللي كتبه كاتب الترنيمة دي وهو يحكي عن عظمة السجود لله بالروح والحق. طلبة في الآخر خالص، هتيلي آخر بيج في الترنيمة، طلبة في الآخر خالص يقول له لما جيت أسجد ليك أنا عايز حاجة في الآخر. عايز إيه؟ يعني ياريت أغير العربية تخلي الولاد كده كويسين وناجحين، وياريت لو عرفنا نلاقي في البروبرتيز اللي جنبينا في الكومباوند اللي فتح جديد. لا خلاص ما لا لا، ده عارفين ده يسميها الكتاب ايه؟ وهذه كلها تزاد لكم. هما اللي هتعمل ايه يا عم؟ انا هكرمه في اني اطلب اولا ملكوت الله وبره. وراح طلب طلبة، قال له خد مكانك الحقيقي في عرش قلبي يسوع. اسمعوا، انا عارف انها مش معروفة، وانتوا اسمعوا كمان مفيش مشكلة. ليك كل الاكرام والاحترام ملك الوحيد، قلبي بيغني ارفع ليك نغمة تسبيح، لحن المديح ليك انت وحدك يا مجيد، بالروح والحق بسجد ليك في حضورك، عيني تبقى عديك جاي بعلن كل خضوع قلبي لملكك يا يسوع. يا إلهي انت وحدك سيدي، يا يسوع ليك كل والاحترام ملك الوحيد، قلبي بيغني ارفع ليك نغمة تسبيح، لحن المديح ليك انت وحدك يا مجيد. ربي بركع عند رجلي وخشوع الحب قدم لي، خد مكانك الحقيقي عرش قلبي يا يسوع، يا حياة القلب يا معنى الحياة، يا يسوع ليك كل الإكرام والإحترام ملك الوحيد، قلبي بيغني ارفع ليك نغمة تسبيح، لحن المديح ليك انت وحدك يا مجيد. خد مكانك الحقيقي في عرش قلبي يا يسوع، يا حياة القلب يا معنى الحياة، خد مكانك.
خد مكانك الحقيقي في عرش قلبي يا يسوع. يا حبايب تعالوا نرجع أنفسنا وتعالوا نكرم الله بالقلب والذهن، وإلا يبقى كل اللي احنا بنعبده مجرد شكل وخيال. يلا قولوا معايا الآية تاني. والآن يقول الرب حاشا لي، فإني أكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني. ها أصغرون صمويل الأول. أنا شايف مننا ناس خسعوا مننا في طبعا ما هو عشان الناس بتوعك في الكنيسة فأنت لازم تكتب لهم الآية. طب ماشي معلش، يلا بينا اقروا ده كمان واحفظوا معايا. والآن يقول الرب حاشا لي، فإني أكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون. ها؟ طيب عندي تدنيمة بتتكلم عن ذبيحة الحمد، بتقول جاي بذبيحة حمد بقدمها بقلبي الفرحان. ايه ده؟ ايه يا عم المرنم ده؟ انت للدرجة دي عندك كل حاجة حلوة فجاي بذبيحة حمد وقلبي الفرحان؟ ايه يا عم انت مش عايش معانا على الكوكب ولا ايه؟ مش ظروفك مش يعني ممتازة للدرجة دي، ما فيهاش ولا حاجة كده؟ لا ده انا جايب لحن في ايدي وكلمة بقدمها بإيمان، جاي وبقدم ليك من اللي في ايدك ليك. اصل انت فادي الانسان. يا جمال الكلام اخويا ماهر فايز الحبيب اللي كاتب الكلمات دي، فيها عدد يقول له اسمك احلى اسامي الدنيا، برضو نرجع تاني في عظمة اسمه واحلى اسامي الكون، مجدا لاسم يسوعنا الغالي وللجنب المطعون. شمس الارض تغيب والنور يبقى صالح، كل انوار الدنيا في الاخر تضلم الا نور صليبك اللي لسه لحد النهارده معلن لكل الناس. وانا من مكاني ده للناس اللي بتسمعني سواء حضراتكم او الناس اللي بيشوفوا اللايف او اللي هيشوفوه متسجل، يا ناس ملناش نجاح بعيد عن شخص الرب يسوع. ما فيش للانسان رجاء غير في يسوع المسيح الذي به وحده الخلاص. ما فيش حد تاني، ما فيش اسم تاني اعطي بين الناس. يلا قولوا معايا به ينبغي ان نخلص. كاتب الترنيمه الجميله دي بيقول له رايت الحق تبان يا فدي الانسان. اخر عدد يقول حاجه جميله قوي، يقول له ملك المجد واسمك عالي وفي ايديك السلطان، له كل المجد امم الارض وكل شعوبها وكل ملوكها كمان بكره تسجد ليك تخضع تحت ايديك. انا هاكرم الله في هذه الكلمات. يلا نقف سوا، انا قدامي وقت قليل مش كتير، لكن تعالوا النهارده نقدم ذبيحه الحمد لاله يستحق. ملفوف يا دكتور اف ماينر. يلا بينا سوا. جاي بذبيحه حمد بقدمها بقلب فرحان، جاي بلحن في ايدي وكلمه بقدمها بايمان، جاي بذبيحه حمد بقدم قلبي فرحان، جاي بلحن في ايدي وكلمه بقدمها بايمان، جاي وبقدم ليك من اللي في ايدك ليك، جاي وبقدم يا فادي الإنسان، يا فادي الإنسان علمني أقدم لي تسبيح يرفعني لي، علمني أقدم لي تسبيح يرفعني لي وأكون كذبيحة حمدان بين إيديه، وأكون كذبيحة حمدان بين إيديه. يلي اديتني حياتك حب بهدي حياتي، حبك ساكن جوا القلب وقلبي ساكن فيك. والتاني لديتني حياتك حب انا بقدي حياتي، حبك ساكن جوا القلب وقلبي ساكن فيك، قلبي غني اكيد طول ما الحب يسيب، قلبي غني اكيد طول ما الحب يسيب ويزيد الايمان. يا فادي الانسان علم أقدم لي تسبيح يرفعني لي، علمني أقدم لي شكرك وأكون كذبيحة حمدان من إيديه، وأكون كذبيحة حمدان من إيديه.
اسمك احلى اسامي الدنيا واحلى اسامي الكون، مجدا باسم يسوعنا الغالي الجنب المطعون. اسمك احلى اسامي الدنيا واحلى اسامي الكون، مجدا باسم يسوعنا الغالي الجنب المطعون. شمس الارض تغيب والنور يبقى صديق، شمس الارض تغيب والنور يبقى صديق. راية الحق تبان يا فادي الإنسان، علمني أقدم لي تسبيح يرفع ليدي، علمني أقدم لي تسبيح يرفع ليدي، وأكون كذبيحة حمدان من إيديك، وأكون كذبيحة حمدان من إيديك. ملك المجد واسمك عالي وفي إيديك السلطان، أمم الأرض وكل شعوبها وكل ملوكها كمان. ملك المجد واسمك عالي وفي ايديك السلطان، أمم الأرض وكل شعوبها وكل ملوكها كمان. بكرة هتسجد ليك تخضع تحتك اوعى تخاف، بكرة هتسجد ليك تخضع تحتك يا صاحبي السلطان. يا فادي الإنسان علمني أقدم لي تسبيح يرفع ليدي، علمني أقدم لي تسبيح يرفع ليدي، وأكون كذبيحة حمدان من إيدي، وأكون كذبيحة حمدان من إيدي. استريح. فاكرين الآية ولا مش كتير؟ أشكر ربنا مش بيردوا. فاكرين الآية؟ والآن يقول الرب، قولوا معايا، حاشا لي فإني أكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون. أتاري الحكاية كلها النهاردة عند الرب شوفة القلب، مش الشكل الخارجي، حتى بالزيطة والترانيم اللي صوت عالي ولا أو العبادة المظهرية أو الشكل الخارجي. لو تشوفوا الفريسي والعشار، ما فيش وقت أحكي في ده، أنا عايز أحكي في مثل تاني أكرم الرب إكرام عظيم برضو، واحدة سيدة الحقيقة بنوتة جميلة يعني الحقيقة يشهد لها الكتاب شهادة عظيمة. لكن أحكي لكم عن الفريسي والعشار بسرعة. الفريسي كان شايف نفسه فوق قوي، انا اصوم مرتين في الاسبوع عشر كل ما اقتني، انا ممتاز ما عنديش حاجه، انا لست مثل باقي الناس، وانا مش زي العشار اللي هناك ده الوحش الخاطي اللي شكله لا لا ده انا مش كده خالص، انا حاجه تاني قوي فوق. لكن الكاميرا تروح على واحد في الركنه كده، يقول الكتاب عنه قرع على صدره، بيقولوا ان الرجل الشرقي لما يقرع على صدره ده معناه إنه عنده نيبة، مصيبة كبيرة حصلة في حياته، لأنه كان ندمان على خطيته على حالته، وما قدرش يرفع وشه للسماء، لكن صلى قال فيها كده: اللهم ارحمني أنا الخاطي. الفريسي كان شايف نفسه فوق، وكان باصص على العشار ده من فوق، شايف العشار ده تحت خالص، دون بعيد تحت، مش في الطبقة بتاعتنا بتاعت الناس العاليين الكويسين العلاي الجمال اللي فوق. لا لا، الحقيقة السماء كان ليها رأي تاني. الحقيقة لما صلى العشار الصلاة دي، الكتاب يقول عنه تعبير جميل، يقول فنزل إلى بيته مبررا، ويروح مستعمل كلمة عجيبة جدا، نزل إلى بيته مبررا دون ذاك، بأمين الدون اللي في نظر الله تحت الفريسي أبو عبادة شكلية، والعشار اللي كان الغلبان ده أكرم الله جدا يعني بشكل غير عادي، وقال له أنا جاي النهاردة أتوب، أنا بتوب قدامك وأعود لحنانك، نفسي النهاردة ما فيش واحد فينا يطلع برا الباب الجميل اللي ورا ده قبل ما يكون بيقول له إني أكرمك في حياتي مش قدام الناس، لكن بيني وبينك النهاردة أتوب عن أي حاجة مزعلاك. فيتكتب كده، يقول كده كتاب، فنزل ناصف إلى بيته مبررا دون كل المتدينين.
طيب احكي لكم مثل اكرم الرب اكرام خاص، وبعد كده هاخد كم ترنيمه صغيرين. تعبتوا؟ غريبه قوي. طب زهقتوا برضو؟ يا طيب تعال احكي لك عن مثل مختلف. بنوته جميله قوي في بيت اسمه بيت عنيا، صاحبه البيت اسمها مرثا. لما يجي الكتاب يقول عن الرب يسوع يقول انه دخل الى بيت مرثا، يعني أختها مريم وأخوهم، وعندهم أخ اسمه العازر. ثلاث مرات يتقال عنها بسرعة كده أنها سجدت. مرة سجدت وكانت مرثا بتعمل خدمة للرب وعايزة تأكله كويس وعايزة تكرمه بالأكل. خلي بالك، خلي بالك، عايزة تكرمه، بس هي الطريقة اللي نفسها تكرمه بيه أنها يعني تأكله. راح قال لها الحاجة إلى صنف واحد. بالمناسبة الحاجة إلى واحد دي مش معناها زي ما الناس عملوا عليها ترانيم والحاجة إلى واحد اللي هو شخص الرب، يعني لا مش دي قصة. هو معنى الآية بتقول كفاية صنف واحد، ما تتعبيش كتير في اللي انت بتعمليه، فالحاجة إلى صنف واحد يكفي. فلكن هي كانت عايز تكرمه بالكتير بمجهودها، إكرام بالعمل. مريم بقى راحت عملت إكرام من نوع مختلف، جت عند رجليه وراحت سجدت وابتدت كده تستمتع بيه استمتاع خاص جدا. يقول الكتاب عنها اختارت مريم النصيب الصالح ده، وخلاص ده اتكتب عليها، خدت ليبل كده ان دي لها نصيب صالح لا ينزع الى الابد. مرة تاني كان عند قبر العازر، جت مريم وراحت سجدت عند رجلين الرب يسوع. أيوة صحيح، قالت له لو كنت هنا لم يموت أخي، ده صحيح. بس الحقيقة كان عندها تقدير كبير في هذا الموقف الجلل الصعب إنها سجدت عند رب يسوع. ولما قام أخوها بسرعة كده عشان الوقت، كان البيت مليان احتفال وسليبريشن عظيم بقيامة العازر، وكل الناس جاية ومبسوطة وبيأكلوا وبيشربوا وكل حاجة. مريم دخلت جوه جابت القارورة بتاعت فرحها وعرسها، وراحت جابت قارورة الطيب دي وجت سجدت مرة تالتة عند رجلين الرب، وراحت كسرة قارورة الطيب وأكرمت الله، أكرمت شخص الرب يسوع المسيح إكرام فهم. تلاميذ قعدوا كل واحد قال لا خسارة، مش كان من الأولى تتخذ التمن بتاع الناردين دي وكان يتباع ويعطى للفقراء؟ اسكت انت بس، ما انت اصلك معاك الصندوق. لا لا خالص، مش ده الاكرام اللي هو ده الرب عمل. قال عن مريم دي حاجه جميله ما اتقالتش عن حد في الكتاب المقدس، قال عنها انها فهمت. بس التعبير جميل، ايوه صنعت هذا لتكفيني. ده هي فهمت ان انا رايح للصليب وحموت، وصنعت هذا لتكفيني. واو يا جمال الكلام. فأكرمته، فأكرمها. طب ويهوذا الذي احتقره يصغر ويضيع وما يبقى يعني مخزي وحالته صعبة؟ خلينا في الكلام الجميل. أكرمت الله جدا في يسوع المسيح، فهمت. وعشان كده تلاقي عند القبر تلاقي كل المريمات ومريم أخت العازر مش موجودة، لأن هي فهمت فأكرمت ربنا جدا في عظمة يسوع المسيح وعظمة فداه. وخلاص فهمت القصة، وراح قايل الرب إكرام ليها من نوع مخصوص. قال حيثما يكرز بهذا الإنجيل ينادى باللي عملته البنت العظيمة الجميلة الرائعة الهيلة الفهمانة دي. عندي تدنيمة كاتبها، بيقول لها كاتب الترنيمة دي أبونا مكاري طيب الذكر، أنا عرفه من سنين، من أيام ما كان اسمه صبر يونان مش مكاري يونان في أسيوط. والترنيم دي اتعملت وأنا اتباركت بيها جدا في أوقات كتير، وبشكر الله جدا لأجل هذا الإناء اللي ربنا استخدمه في إكرام الله. كتب ترنيمة بيقول فيها أولها بيقول هاتي بطيب فوق رأسك، هبني الآن خليني أعرف قدرك وأكرمك عوضا عن شوك في إكليلك، وكأن رأسي على صدرك. في عدد بيقول له دعني أكرم اسمك،
وأرفعه الآن لئلا تمضي الفرصة وينتهي الزمان أو الأوان. فمريم وحدها قد فازت. ينفع نقول مريم ومعها فلان ومعها فلانة النهاردة وتحط اسمك كده؟ وطيب المريمات فاته الأوان ها آتي بطيب. هنقول القرار مرة واحدة في الأول، وهاخد الأعداد دي لا يكون في قلبي شريكا لك، هاخد العدد ده ودعني أكرم اسمك وأرفعه الآن، وهرنم القرار في الآخر مرة تاني. ويمكن أخد معاه الترنيمة الجميلة اللي بتقوله ما أبهاك. الترنيمة دي كاتبها حبيبي هرماس، ربنا يباركه ويديله صحته. هرماس أخ جميل أكرم الله كتير في الترانيم، والحقيقة أنا بشكر الله لأجله كتير. ويروح قايله شوية تعبيرات فيها إكرام قلب وتقدير، تقدير عظيم لي. يا ناس لو مش هنعرف نقدر الرب حق قدره، احنا بنيجي الاجتماعات ندخل ونطلع ما شفناش الرب وقلوبنا تفضل زي ما هي. عايز تكرمه قل له املى ذهني بمشهدك، ما تخلينيش ابص على مين طالع ومين داخل ومين جه ومين ما جاش ومين لابس ايه ومين عاملة شعرها ازاي. مش مهم، مش مهم. خلي ذهني يتعلق بأمورك، بأمور الله. خليني النهاردة أسبة في جمالك. واحد مرة رنم، يمكن نرنمها برضو الترنيمة دي بدل بعتها الرب بالروح القدس، بيقول له إنني أسبة بحب جارف حين أرنو. أول معنية تروح للصليب، حيث قد قدم رب المجد لي نفسه إنه أغلى حبيب. يقول فأراني، تعبير محدش كتبه في ترنيمة، أراني أشوف نفسي، أراني قد سجدت خاشعا شاكرا من قد فداني بالصليب. بتعمل كده ليه يا عم المرنم؟ يقول إن أكرم الله في يسوع المسيح أو بيسوع المسيح في عظمة ما صنع على أجلي. ويروح قايل جملة كده، أيوة أشكرك جدا كتر خيرك. يقول لا أستطيع، هاتي لي قرار بقى بدل ما طلعتي الترنيمة. عايز تسألني إيه الإكرام؟ إيه إكرام الله؟ لا أستطيع أمام ذي المحبة أن أحيا في الخطية، كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ؟ إكرام الله يا حبايب مش إن إحنا نروح الكنائس والاجتماعات ولا إن إحنا نعمل مؤتمرات، كل ده حلو، كل ده جميل ومهم ولازم، بس ما كانش إكرام الله في القلب نحن بكل المعاني نحتقره. أوف، احفظنا يا رب. خلينا النهاردة نطلع من المكان ده وإحنا مليانين بإكرامك في الترانيم، في التعاملات، في النظرات، في بالمناسبة هي مش عشور، العشور دي بتاعت اليهود، ده أقل ما يعطى. يقول عن أهل مكدونيا أعطوا حسب الطاقة وفوق الطاقة أنا أشهد. ويروح قايل تعبير جميل جدا، يقول أعطوا أنفسهم أولا للرب. أصل الحكاية فيها إكرام للرب من خلال تقديم لي. إيه ساعدنا يا رب. يلا تعال نقول له دعني أكرم اسمك. تعال نبتدي بالقرار، هآتي بطيب. هآتي بطيب فوق رأسك، هبني أنا أعرف حق قبرك عوضا عن شوك في إقليمك، وكأن رأسي على صدرك عوضا عن شوك في إقليمك، وكأن رأسي على صدرك. خلي بالك لا يكون في قلبي شريكا سعيد. لا يكن في قلبي شريكا لك، لك كل قلبي لك وحدك، ولينكسر قلبي ليشبع قلبك، كل شهوتي في مجدك، ولينكسر قلبي ليشبع قلبك، كل شهوتي في مجدك. دعني أكرم اسمك وأرفعه الآن لئلا تمضي الفرصة وينتهي. قل تاني، دعني أكرم
اسمك وارفعه الان لئلا تمضي الفرصه وينتهي الزمان. فمريم واحده قد فازت بالنشان وطيب المريمات فاته الاوان. فمريم وحدها قد فازت بالنشان وطيب المريمات فاته. يلا قول ده كمان. دعني اطلب نفسي على قدمي واحظى دواما بملء ناصريه. دعني اطلب نفسي على قدمي واحظى دواما بملء ناظريه. واسعى ضعف سعي واسعى ضعيفا استند علي حتى كل المجد يرجع الي. هاتي بطيبي فوق راسك ان انا اعرف حق قدرك. هاتي بطيبي فوق راسك هب ان انا اعرف حق قدرك. عوضا عن شوك في إكليلك وكأن رأسي على صدرك. عوضا عن شوك في إكليلك وكأن رأسي على صدرك. ما أبهى ما أبهى ما أروع ما أشهد. أنت القدوس مستحق وحدك كل الكرامة والسلطان. ما أبهى ما أبهى ما أروع ما أشهد. أنت القدوس مستحق وحدك كل الكرامة. نأتي لك معايا نأتي لك يا رب سعدنا نهدي لك اكرم الرب ونطرحه أكليلنا أمام عرشك في سهول. تاني نأتي لك يا ربنا نهدي لك إكرامنا ونطرحه أكليلنا أمام عرشك في السماء. ما أبهى ما أبهى ما أروع ما أشهد. أنت القدوس مستحق وحدك كل الكرامة. إن تقولوا نعظمك نعظمك نباركك نباركك. أنت القدير رب مشير أنت العلي لا. قول تاني نعظمك 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 نباركك نباركك. أنت القدير رب مشير أنت العلي لا سوى. ما أبهى ما أبهى ما أروع ما أشهد. أنت القدوس مستحق وحدك كل الكرامة. وآخر مرة ما أبهى ما أبهى ما أروع ما أشهد. أنت القدوس مستحق وحدك كل الكرامة والسلطان. إنني أسبح بحب جارف حين أرنو لذيك الصليب حيث قدم رب المجد لي نفسه. إنه أغلى حبيب فأراني قد سجد خشعا شاكرا من قال
فداني بالصليب. لا أستطيع لا لا أستطيع لا أنا مليل محبة اكرم الرب. لا أستطيع لا لا أستطيع لا أن أحيا في الخطية. خلي بالك. وكيف بعد أن عرفت ذا الحب واختبرت نعمة الرب العظيم أصنع الشر وأجرح قلبه محزنا ربي وخل الحنين. إنني أبغي السماء للعيشة في العالم وأجرها وربي الكريم. لا أستطيع لا لا أستطيع لا أنا مليل محبتي. لا أستطيع لا أستطيع أن أحيا في خطيئتي. غمض عينيك معايا، ارفع قلبك. جينا لآخر الاجتماع، صلي من قلبي النهاردة أن يكون قرارك عبارة عن هذه الكلمات: إني أكرمك لأنك تستحق، مش تفضلا مني عليك، ده أقل ما يعطى ليك، ولو كان في أكتر من الكل كنت تبقى بتستحقه. يلا أكرمت صمويل وحنة والقانا وعرفت تباركهم وتخليهم أعظم عيلة يمكن في زمنهم، أنا النهاردة بصلي لك لأجلي نفسي ولأجل عيلتي ولأجل بيتي ولأجل ولادي ولأجل ذهني ولأجل تفكيري ولأجل صحتي ولأجل عملي ولأجل فلوسي ولأجل كل ما في يدي، إني أقدم لك الكل، فالكل منك وبيك وليك. مش شطارة مني إن أنا أعمل كده، ده رب مش تفضل مني عليك، ده أقل ما تستحقه هو الكل، ولو كان في أكتر من الكل كنت تبقى بتستحقه. أكرمك في قلبي، أكرمك في ذهني، أكرمك في مالي، أكرمك في أولادي، أكرمك ولو ما فيش حد شايفني، أكرمك لأنك تستحق، أكرمك في ترنيمي، أكرمك في صلاتي، أكرمك في وقتي، أكرمك في ذهني، أكرمك في أعماقي، أكرمك فأنت تكرم الذين يكرمونك والذين يحتقرونك يصغرون. هسيبك نص دقيقة كده تكلم الرب وهصلي معاك، ويمكن نختم بترنيمة أخيرة. شكرا لك من كل القلب يلي ارتضيت يوما أن تعتلي الصليب لأجل ناس كانوا أعدائك في يوم من الأيام، ونحن بعد أعداء مات المسيح لأجلنا في الوقت المعين. شكرا لك من كل القلب لأجل إنك ما عملتناش بحسب معاملتنا ليك، لكن قدمت الكل بلا أن تبخل بشيء لنفسك، بل أحسنت إلينا إحسان الله يا ربنا يسوع. أجي أنا وشعبك ننحني بالهامات للأرض أمامك سجودا وإكراما وعزا تقديرا لشخصك العزيز المبارك وإكراما لاسمك العالي العظيم. كنت بتستعرض بالروح القدس قدامنا النهاردة مشهد لأناس
أخرجوا من نفسهم تقدير وشعور إكرام لشخصك، وده أقل ما يقدم ليك. عشان كده النهاردة عايزين نروح بيوتنا وإحنا بنفكر هذا التفكير، حتى في كلمات ترنمنا، حتى في سجودنا وعبادتنا، حتى وإحنا مجرد مكتوب قدامنا شوية كلام بنقوله زي باقي الناس اللي حوالينا وهي ماشية. اكرمنا في هذا المساء النهاردة انه نحط جوه قلوبنا انه اكرامك ده اقل حق ليك علينا، ومش مجرد فعل اكرام لقدام الناس عشان يسقفوا لنا، لكن يكون في قلبك تسبيحنا وتقديرنا وهتفنا وبيوتنا وولادنا وظروفنا وحياتنا واللي في ايدينا واللي عندنا وطموحاتنا. خد مكانك الحقيقي في عرش قلبي يا يسوع، يا حياة القلب، يا معنى الحياة. شكرا ليك من كل القلب، لأنه مش بس إكرامك يفرح القلب والحياة، لكن شكرا ليك لأنه إكرامك يعيشنا في السماويات، فيما فوق حيث شخصك جالس. فنترفع عن دنايا الأرض والأرضيين واللي ماسكين فيه واللي مضبعين فيه، وتخلي عينينا تترفع لفوق لأمور السماء ولشخصك العزيز المبارك، فتصغر الدنيا في أعيننا، يصغر العالم في عيننا، ورح نشوف كله نفاية. بالمراحم اسمع صراخنا وافتقدنا بالحنان. اكرمنا نعيش لك بهذا المفهوم كل زمن العمر، منتظرين وطالبين زي ما رنمنا، تفضل غايتنا وهدف حياتنا في ترنيماتنا طول السنين، نعيش نمجد نشهد ونعلن تكريس قلوبنا يا رب ليك، يا رب ليك. صلي بركة لهذه الكنيسة، أخويا خادمك الأسيس يعقوب، شعبك اللي بيحبك في هذه الكنيسة. تعال واكرمهم يا رب إكرام خاص من لدنك في كل مشاريعهم لمجدك. واذكر العائلات يا رب، كل عيلة بظروفها وكل أمورها وولادهم وحياتهم وكل تفاصيل حياتهم لمجدك. أصلي هذا واثقا أنك بتسمع وبتستجيب، وكل شعب الرب يقول أمين. استريحوا 5 دقايق. عندي ترنيمة أخيرة عايز أسيبها معاكم. ابها بيقول حاجة حلوة، بيقول جايين بنغني وبنقدم لإلهنا ذبيحة حمد، بيقولوا بنشهد ليك أنت الله العظيم. عايز أقول لكم حاجة عن الترنيمة لحد ما تطلع، عن الترنيم لحد ما تطلع الترنيمة دي. أي ترنيمة مش بتترنم لي، مش بتترنم بي، ما اقدرش اعتبرها ترنيمة تعبد لشخصه. يعني مثلا مع احترامي، اي نوع من ترانيم اللي هي بتاعت انا وظروفي وحياتي ويسوع باين تركني ودموعي وحياتي والكسرة والألم ويسوع باين تركني والعط، او مثلا ظروف يا رب ما اصعبها، او شارب واحد مر لكني، النوع ده من الترنيم اللي هو فيه وكنت فاكره انه نسيني واتاري هو بيواسيني. انتوا النوع ده من الترنيم هو مجرد اغاني روحيه فيها شيء من رثاء النفس وشيء من الحديث عني وعن اللي حاصل وعن ظروفي وانا يا عيني عليا. في نوع تاني من الترنيم بيقدم لله بيسوع المسيح، زي الترنيمة دي، زي إلهنا عظيم إلهنا أمين، زي يعني وحدك يا يسوع، مئات بل آلاف الترانيم بتتكلم عن شخصه. ده اللي اسمه الترنيم لإسمه أو بإسمه أو لشخصه، ده اللي ينفع أقدم فيه إكرام له. لأن كل ما بقوله أنت ناسيني
وتعبان أنا وأنت مش واخد بالك الظاهر، ويا عيني عليا ودموعي في المخادع، وأنا أصلي لما رحت هناك وكنت رايح وما جتش. النوع ده من الكلام يخش تحت بند الأغنية الروحية. أنا عارف إن في الكلام ده ممكن يزعل يعني ناس من حبايبي الغاليين اللي كاتبين الكلام ده، أنا أعرف منهم ناس رجال الله بحق وخدامه، لكن أنا عايزك يا شعب الرب النهاردة ما ترنمش الوجع، ما ترنمش الكسرة، ما ترنمش الخذلان، أنا عايزك بدل ما ترنم ضعفك رنم قوته، بدل ما ترنم الوقوع رنم قيامته، بدل ما ترنم ظروفك رنم سلطانه، هتلاقي القصة اختلفت خالص. ترنيمة دي ترنيمة بيرنموها ناس في وادي البكاء، معدين في وادي البكاء، وادي البكاء اسمه يجيب الكآبة، لكن دول الناس اللي عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا، مش يصيره لهم الرب ينبوعا، لهم زي بولس وسيلا جي ماينر. عشان كده كاتب الترنيمة الجميلة دي بيقولوا بنشهد ليك، هاتي لي قرار، بنشهد ليك انت الله العظيم، وبنثبت ليك يا راعينا الكريم، وبنهتف ليك يا ملك السلام. في غربتنا كملين، ده في غربتنا النعمة بتكفينا، وفي شدتنا فرح. ايه ده، هو انت مصدق ان ربنا ينفع يعمل كده؟ ده انا مش بس مصدق، ده انا عندي ثقة في محبته، ثقة في امكانياته وفي عظمته. انا مش هبص له كده واقول له ظروفي، انا هبص له واقول له مجدا ليك، وهرنم لك ده باليقين المتين الذي لا يلين لانه الاله الامين. تقول كده الترنيمة، حد عارف الترنيمة دي؟ يعني طب اللي عارف يقول معايا من الاول خالص. جايين بنغني وبنقدم لإلهنا ذبيحة حمد، وبنرفع شكر قلوبنا وبنهديه كل المجد، عايشين أيامنا في خير وبيمتع كل غنى، احنا ولاد وشعب وغنم مرعى، وبنشهد ليك انت الله العظيم، وبنذكر ليك يا راعينا الكريم، وبنهتف ليك يا ملك السلام، ده بغربتنا النعمة بتكفينا، وفي شدتنا فرح الرب يقوينا، يعلى التسبيح ويدوم كل الأيام، يعلى التسبيح ويدوم كل الأيام. تعال نرنم عن الإله الحي، ده إلهنا حي، وعلشان كده بنغني مش خايف، والضحك بيملى حياتنا لو في الوادي دموع وأني، إحسان الرب حنينة مرحمه جديدة في كل صباح، وبيملى ليل الغربة بأفراح، وبنشهد ليك انت الله العظيم، وبنسجد ليك يا راعينا الكريم، وبنهتف ليك يا ملك السلام، ده بغربتنا النعمة بتكفينا، وفي شدتنا فرح الرب يقوينا، يعلى التسبيح ويدوم كل الأيام، يعلى التسبيح ويدوم كل الأيام. تعال نرنم عن موكب نصرة، ماشيين ويا في موكب نصرة، وغالبين بسلاح الروح، حياتنا بكور قدامه وعدل جلاله من هيفوح، وإله النعمة يقوي ويثبتنا في الإيمان، ويمكننا ده باسمه السلطان، وبنشهد ليك انت الله العظيم، وبنسجد ليك يا راعينا الكريم، وبنهتف ليك يا ملك السلام، ده بغربتنا النعمة بتكفينا، وبشدتنا فرح الرب يقوينا، يعلى التسبيح ويدوم كل الأيام، يعلى التسبيح ويدوم آخر مرة، وبنشهد ليك انت الله العظيم، وبنسجد ليك يا راعينا الكريم، وبنهتف ليك يا ملك السلام، ده بغربتنا النعمة بتكفينا، وفي شدتنا
فرح الرب يقوينا يعلى التسبيح ويدوم كل الأيام يعلى التسبيح ويدوم كل الأيام يعلى التسبيح ويدوم كل الأيام. شكرا للرب. الرب أكرمنا كتير النهاردة بوجود أخونا الحبيب الأخ ناصف. سمعنا كلمات حلوة ما ينفعش أعلق عليها لأنها دروس في الحياة الروحية. يعني أنا كواعظ أقدر أخد من كلام الأخ ناصف وأوعظ 10 وعظات على الكلام اللي قاله، لأنه فعلا كلام حلو، كلام بياخد قلب كل مؤمن حقيقي لحتة صح في المكان الصح. اللي عايز يعيش الإيمان الحقيقي لازم يفهم المغزى والكلام اللي كان بيتكلم فيه أخويا الحبيب الأخ ناصف. أشكرك تاني أخ ناصف، مبسوطين بوجودك. الرب مكمل معانا بكرة مع أخونا الحبيب الأخ ناصف في التسبيح وفي الترنيم وفي التعليقات الجميلة. أرجو أن كلنا نكون موجودين، وندعي كمان أصحابنا وأحبائنا. أنبه تاني، يوم 14-15-16 هيكون في وسطينا خدمة الطبيب العظيم الدكتور زكريا والأخ سعيد رمضان المرنم. أرجو أن كلنا نكون مستعدين من دلوقتي، وبنبعت كمان الدعوة لأحبائنا. هل في حد موجود أول مرة النهاردة يكون موجود؟ اسم حضرتك؟ أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بيك، ممكن نرحب بها. هنختم اجتماعنا، يعني هنتقدم بعطية.